طبعا متابعة مع الدرس أو الدروس الخاصة بالمشروع الذي تم عرضه، ونؤكد مرة أخرى للتعرف عليه. هذا هو المشروع، هذه الواجهة الأولى كما تعودنا، ثم ننتقل إلى تسجيل الدخول وهي لوجن. هنا نضع الافتتاحية اتش كما تعودنا، ونقول 1 2 3، هذه الواجهة. طبعا هذه الواجهة تعتبر المرحلة الثالثة، المرحلة الايش؟ الثالثة. وطبعا درسنا اليوم سوف يكون حول كيفية إنشاء المرحلة الثالثة أو النقلة الثالثة، وهي إدارة المدرسة، سجل الطلاب وإدارة، وهكذا. إن شاء الله نكون معا ونواصل هذه الحلقة إن شاء الله عن موضوع القائمة الرئيسية للمشروع. نعم، قائمة المشروع. طبعا هنا نعم وصلنا في الدروس السابقة إلى الافتتاحية، هذه الافتتاحية، ثم انتقلنا وتعرفنا على كيفية استخدام تسجيل الدخول أو سجل الدخول، وكما تعودنا أن نحاول أن نطبق المشروع بالطريقة نفسها. نعم، هذا دخول. انتقلنا إلى إيش؟ إلى الفورم الأول، هذا ما وصلنا عليه في الدرس السابق، والآن نتابع درسنا في هذا الدرس. إن شاء الله سوف نقوم بوضعية الفورم أو الواجهة أو الأرضية الذي تمهد للمرحلة الثالثة من المشروع. نعم، هذه هي. نقوم، ولكننا في هذه الحالة انظروا، لكننا في هذه الحالة هنا نستخدم ال MDI form. MDI form. نعم، نأخذ من هنا كما لا نأخذ الفورم، وأنا نأخذ ليش المرحلة الثانية بعد الفورم، MDI form. وهذه الخاصة التي دائما ما يتعودها المبرمج أن تضع هذه الواجهة في القائمة. هذه انظروا هنا اختلفت، هذه انظروا، هذه تعتبر خاصة بليش بالواجهة هنا، انظروا هذه الواجهة. نعم، طبعا نبدأ عملية بناء الواجهة، نضغط كليك بالجهة اليمنى ثم المينو، انظروا هنا مينو اديتور، يعني هذا في القائمة، قائمة تخصيص القائمة، هذه ظهر لنا الواجهة التي يتم تعبئتها أو بناء الواجهات من خلالها. طبعا هنا انظروا هنا كابشن، نعم هذا كابشن، وهذا نيم، وهذا ايش؟ نيم. يعني من خلال ما تعودنا هنا ان نضع الكابشن الاسم المراد استخدامه لأي لغة كانت، لأنه يعتبر ايش؟ إعلاني، عمل إعلاني. لذلك كما تعودنا أن نعمل البرنامج المشروع في هذا البرنامج باللغة العربية، فنحاول كتابة الأمور بهذه اللغة العربية. نضغط على Shift LT ثم نكتب كما قلنا إدارة المدرسة، إدارة إيش؟ الإدارة المدرسية، الإدارة، نعم الإدارة المدرسية، نعم الإدارة المدرسية. فتحنا الآن فرع، نعود إلى نيم، كما تعودنا على النيم، هذا يعتبر الاسم البرمجي، الذي يتم من خلاله التعامل مع الأكواد، مع توجيهات الأكواد. لذلك في هذه الحالة يجب أن نكتب هذا المينو، نكتب إيش؟ مينو، لأن هذا يخصص للقائمة. نكتب مينو سواء كابيتال أو سمول،
مينو 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 ليس بالعربي، ليس بالعربي، لا يقبل العربي. قلنا سبقنا وتكلمنا أن الاسم البرمجي لا يقبل العربي. هنا نقول مينو، مينو. طبعا المينو هذا اسم الواجهة، اسم الواجهة، ولكن معنا سواء تسمية البوتن، تسمية الكوموند، تسمية الكوموند الذي نستخدمه حاليا. فلنفكر على ربما يكون عندنا مشروع كبير لنستخدم النظام الأبجدي للغة الإنجليزية اللاتينية. فلنبدأ وهو الأفضل حتى لا يكون هناك تضارب، لكن هناك اختلاف، أو حتى يتم تمييزه من خلال هذه العملية. فلنبدأ بعملية ليش الأي، فهو أول حرف أبجدي من اللغة اللاتينية. هنا نوافق عليه، انظروا تم الموافقة، هذا هو الإدارة المدرسية. شوف عندما وضعنا عليه كليك ظهرت لنا الواجهة، واجهة الإيش، واجهة الأكواد، هذه واجهة الأكواد، واجهة الأكواد. هذا غير مطلوب لأننا نريد هذا الاسم أن يكون اسم عام، اسم عام، أي متحكم بأمور أخرى، بأمور إيش الأخرى. هنا الإدارة المدرسية أي الاسم الشامل للإدارة المدرسية المكونة من التفرعات، منها الهيئة الإدارية، الهيئة التدريس، كما تعلمنا. إذا نعود مرة أخرى إلى إيش، انظروا هنا إلى مينو أديتور، نقول هنا هذا نحاول نستعمله كرئيسي، كمعلم رئيسي، كمدير إداري، ككنترول. بهذه الحالة نبدأ بهذا، هذه الإشارة، انظروا هذه الإشارة المنسدلة إلى تحت، هذه الإشارة، انظروا، نعمل هنا نيكست، انظروا نيكست، نيكست يعني نأتي بواجهة أخرى. طبعا طالما نحن نريد أن هذا يكون متحكم، فلا بد من عملية تفرع له، عملية تفرع له لإدارة، عملية تفرع له إدارة. هنا أشرنا إلى السهم المتجه في جهة في الجهة النيكست، ليظهر لنا هنا، انظروا ننظر هنا ثلاث نقاط، وهي عملية تفرع من الدرجة الأولى. التفرع هنا حتى تفهموا، نقول أن التفرع فيما بعده أن الإدارة المدرسة تتكون من اللغة العربية شيفت التي، نقول الهيئة الإدارية، نعم الهيئة الإدارية، التي تعتبر هذه الهيئة الإدارية مكونة من المدير والوكيل والسكرتير وقس على ذلك من الإدارات. طبعا هذا الاسم الكابشن، بما يلاحظ هنا كابشن، هنا كابشن، قلنا اكتب ما يحل لك في موضوع الكابشن، لكن الاسم البرمجي لا يمكن أن تكتبه إلا باللغة اللاتينية التي تم تصميمها لهذا البرنامج. قلنا تعودنا أن نضع المينو أولا، لام التعريف المينو، مينو، نقول حتى بالسمول عادي، شوفنا كنا نحول سمول مينو، مينو بالسمول، لا يقبل العربي، لا يقبل العربي، شفت قلتي، نقول إيش مينو، مينو، مينو بإيش، بالسمول. وصلنا إلى قلنا أن نتعامل مع اسم البوتن أو الكومود اللي نستخدمه الآن عن طريق الحروف الأبجدية المرتبة، فقد بدأنا بالإيه، نبدأ فيما بعدها إذا وضعنا الإيه فهناك يحصل تضارب، يحصل إيش تضارب، يظهر لك بالخطأ، أي لا يقبل أن يكون يعني اسمان متشابهان أو يعني أزرار أمر متشابهان. لذلك قد بدأنا في الإيه، فنبدأ فيما يليه في البي، هذا البي، ها نعم هذا البي، نجرب هذا، انتبهوا معي هنا، انظروا كيف ظهر الهيئة الإدارية، الهيئة ليش الإدارية، أصبح هذا أنا مدير متحكم والفرع متفرع منه الهيئة ليش الإدارية. نعود نبني أيضا عن طريق المينو إديتور. طبعا بعد الهيئة الإدارية، بعد الهيئة الإدارية نكست، ننظرها نكست نكست نكست، طبعا هنا نكست بالإضافة إلى
درجة أولى من التفرع، حتى يكون في المقام المتوحد بين الهيئة الإدارية. بإمكاننا وضعه هنا، نضع، انظروا درجتان، انظروا درجتان هنا، درجتان هنا. يمكن أن يكون التحكم فيه الهيئة الإدارية، الهيئة الإدارية، لكن لا يمكن هذا يحصل. ليش؟ لأن الهيئة الإدارية متكاملة مع هيئة التدريس. إذا استخدمنا هذا الفرع، لاحظوا كيف يتم الفرع هنا، نقول الهيئة، هيئة التدريس، هيئة التدريس، شفت التنج، نقول هيئة التدريس، التدريس، هيئة التدريس، تمام. طبعا هيئة التدريس بالاسم الكابشن ضروري، كما قلنا وضع المينو كابيتال او سمول، يو كان بوت اني مينو، اني مينو، اف اتس كابيتال او سمول نو بروبلم، بس اتس امبورتنت تو بوت ات، يعني مهم ان تضع هذا الشيء مينو. نرجع للمينو، هذا المينو باللغه الانجليزيه، شوف مينو، مينو، مينو ايش؟ وين وصلنا؟ وصلنا ل بدأنا في الـ A ثم الـ B ثم ننتقل إلى إيش؟ الـ C، ثم ننتقل إلى الـ C، وهذا طبعا مسألة اختيارية وليست ضرورية، مسألة اختيارية حتى لا يكون هناك اختلاف أو تضارب. هنا انظروا، هنا بدأت، انظروا هيئة التدريس تليها إيش؟ الهيئة، هيئة التدريس، هيئة التدريس، هيئة التدريس. طبعا كما قلنا هنا، انظروا أصبح الهيئة التدريس مهمشة، مهمشة، لا يمكن أن نضع بيانات خاصة لها. لذلك يجب أن نعود هيئة التدريس في مستوى الهرمي مع الهيئة الإدارية، حتى يكون هناك بيانات للهيئة الإدارية وبيانات لهيئة التدريس. نعم، لأن هذا مكمل لبعضه، مكمل لماذا؟ لبعضه. لأن مدير المدرسة يجب أن يكون مستمرا، يكون هذا مستمر، يعني يجب أن يكون مستمر، مراد المستمر مع هيئة التدريس، مع هيئة التدريس. المدير معروف أن يكون مع المدرسين، متابعة التحضير، متابعة الحضور والانصراف وهكذا. في ذلك يجب أن يكون إيش؟ في مستوى واحد، مستوى واحد. انظروا كيف أنزلنا من هذا السهم مرحلة، فأصبح، انظروا هنا، أصبح هيئة التدريس وهيئة الهيئة الإدارية وهيئة التدريس في مستوى واحد. انظروا أصبح في مستوى واحد، هنا في مستوى واحد، يعني بإمكان التحكم هنا. هيئة التدريس يحصل لها أوامر هنا من خلال أكواد، أيضا هيئة التدريس يصلح لها أكواد منفردة في بياناتها. نرجع إلى المرحلة الثالثة، وهي المجتمع الطلابي، المجتمع إيش؟ الطلابي، المجتمع إيش؟ الطلابي. نقول هنا نكست، انتبهوا معي، نكست، المجتمع الطلابي، شيفت التي، المجتمع، المجتمع الطلابي، المجتمع الطلابي. طبعا لماذا سمينا المجتمع الطلابي؟ انه مكون من عدة شعب، من عدة، من عدة فصول، من عدة ايش؟ فصول. كيف نفعل ان نعمل هذا المجتمع الطلابي؟ اول حاجة كتبنا الاسم التقليدي، ثم الانتقال الى اسم الايش؟ انتبهوا معي، اسم البرمجي. أول حاجة لام التعريف المعرف في البرمجي يجب أن يكون مينو، إما كابيتال أو سمول، أو سمول مينو، تمام. لا يقبل العربية، نرجع نقول لا يقبل العربية، مينو، مينو. طبعا وصلنا إلى الحروف الأبجدية، إلى إيش؟ سي. نبدأ بعدها إيش؟ دي، حرف الدي حتى يكون مرتبط كامل. ننتقل إلى نيكست الآخر. طبعا المجتمع الطلابي متفرع من ايش؟ من الاداره المدرسيه، من الاداره المدرسيه. طبعا هناك المجتمع الطلابي، يعني طبعا يكون هناك فرع اخر في المرحله الثانيه، مرحله يعني
التفرع الثاني، ونقول هنا الصف الأول، الصف كنا نقول هنا نحول العربي الصف أو الفصل الأول، نعم الأول الصف الأول الصف الأول. ننتقل إلى المينو، نقولنا المينو كابيتال أور سمول، مينو لا يقبل العربي، لا يقبل العربي، يجب تغيير الإنجليزي مينو. هنا مينو وصلنا إلى مدي بعد الدي إيش إف، تمام. ليس شرط أن يكون بالترتيب، ليس شرط، ولكن الغرض من هنا أن يحدد اسم اسم البوتن، اسم الأوامر، هذا يعتبر لام التعريف، ثم يضاف الاسم، اسم إيش المرفق يميز. ممكن تصل على اسم أو إتش أو هذا، لكن عملنا هذه الحركة حتى لا يكون هناك يعني اختلاف في الـ في الـ في, الـ في ما يكون متساويات أو متشابهات، أو لا تعرف هل فعلت هذا الرمز هل فعلت، لكن لا. عندما نعرف الترتيب نعرف أن قد وصلنا إلى المرحلة من خلال المراحل الترتيبية للحروف الأبجدية اللاتينية. طبعا هنا الصف أصبح الصف هنا الأول، انتبهوا معي، لا يقبل أنها أصبح في المرحلة الثانية، يجب أن نحولها للمرحلة إيش الثالثة الثانية، مش المرحلة الأولى. انظروا كيف تحول إلى مرحلتين، هذا هو. نقول موافقين الهيئة الإدارية وهيئة تدريس المجتمع الطلابي، المجتمع الإيش الطلابي تفرع منه الصف الأول، الصف الإيش الأول. طبعا هذا درسنا اليوم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ثم نحاول تطبيقه أو ضمه إلى مشروعنا. هنا نقول هذا هو، هذا اسم البرمجي، نوصله بإيش باللوجن، باللوجن أنتم معي، حتى يقوم اللوجن ب الانتقال إليه. انظروا تحول إلى إيش، انظروا هنا قلنا إيش من خلال الأوامر، عندما يتم تعبئة كما قلنا هنا، كما قلنا هنا لاحظوا، أظن لم ننسى، إذا تحققت الإتش والواحد اثنين ثلاثة اللي هي بين ال سيت اب هذه وان لود، يعني ثم ننتقل الى ايش، ثم ننتقل الى عفوا، البعض يسميها شرطتين، بعض ما تشطيفه، تشطيف. اذا وجدنا الاتش وهذه كما قلنا تعلمنا ان لود مي، يعني اخفني وانتقل الى مرحله الايش ام دي اف، هذا هو ام دي اف. طبعا نقلنا الاسم الى هنا حتى يدخل في الكود ضمن البرمجة، حتى يتكم ويتعامل مع نظام البرمجة ويتصل بهذا الاتصال. هنا حولنا إلى MDI Form 1 اللي يتابع القائمة دوت شو، يعني إظهاره. إلس قلنا كما قلنا اسم المستخدم أو كلمة سر، أو تسمى محمد علي، أو يا أخي لا تدخل في أمور هذه. بإمكانك كتابة أي شيء هنا بين إيش تشطيفات أو أغلاق وهكذا. نجرب العملية من هنا حتى نتأكد أن هناك، هذا كما ترون تحولنا إلى إيش إلى وضع الإتش، الإتش لا يقبل على إتش، نعم. نجرب ممكن نضحك عليه، إتش واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ضحكنا عليه، لا ضحكنا عليه، اسم المستخدم أو كلمة السر، أو كلمة ليس السر، عفوا كلمة السر بحاجة إلى تعديل. كلمة السر غير صحيحة، حتى وإن كان سمول وما يبقى ما فيش عندك كلام، اشتي حاجة سمول كابيتال، لا لازم تميز بأمور قياسية منضبطة خلال ضربية. فإن حددنا له الكابيتال يعني يجب أن نوضع عليه الكابيتال هكذا. انتقلنا إلى إيش، هذه على القائمة، كما ترون القائمة ظهرت هنا، ظهرت في هذا التجمع، وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر مع يعني التعلم الذاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.